آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل هذه الجمعية مقيمنا ومباركة ومختارة، واجعل بين الطرفين ألفة ومحبة وقرارا، واجعل بينهما نفذا وفتنة وبرارا، اللهم اهتم لنا بالخير واقسم لنا بالخير، واجعل عاقبة أمرنا بالخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلهي يا رب، في هو القرآن مقدس للمسلمين، قبلنا محبة رزقنا بركة والمسلمين من همتها يا رب، مقدس للمسلمين ديني ودنيا وبتل مشكلنا الليلة، مهفلة وقصورنا مهفلة، خيبنا بشفاعتنا الليلة، توجع çocuklarına, dinine, vatanına, milletine, ana babasına hayırlı eyle. Milletine devam eyle ya Rabbi. Her türlü kazalardan, belalardan, müsibetlerden sen muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, burada bulunan Müslümanlarla din ve dünyalarını mamur, çalışanlarını meşgul, amellerini makbul, günahlarını mağfur, ticaret edilen tebul eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbena etine dünya hasenatan ve fil ahiret hasenatan ve kına azaben nar. Birahmetik ya Rahman Rahimin ve selamün alel mürselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yeni sizleri yalnız bırakmıyoruz.